لا 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 اتصال هاتفي. هل هناك جهات أخرى تعطي إعفاءات طبية ما زالت؟ لا الآن الآن في من واحد كان هناك الديوان الملكي من واحد واحد مسيدي كان عبارة عن مصدرين رئيس الوزراء زائد الديوان الملكي من واحد واحد 2018 منعوها ضغطنا مدوها أسبوعين من 15/1 2018 لم تصدر أي إعفاء إلا من الديوان الملكي. إذن الإعفاءات الآن كلها حصرية من الديوان الملكي، ولكن طيب. الآن بعد الضغط اللي كان من كل قطاعات موضوع السرطان بالذات عادوا إلى أماكنهم. كنا نريد أن نسمع من يعني قصص على أرض الواقع. راح نأخذ قصة من هبة مريضة ثدي، سرطان ثدي، راح تحكي لنا عن معاناتها بهذا الموضوع، ما حدث معها خلال الأيام الماضية من معاناة بسبب هذه القرارات الصعبة جدا. تفضلي أختي هبة، مساء الخير. مساء النور. الله يعطيك ألف عافية والله يقويك. الله يعافيك يا رب. نسمع منك هيك إذا تكرمت علينا قصتك، تفضلي. أول إشي نترجاكم يا حكومتنا، نترجاكم شلونا من حسبتكم. إحنا مرضى بحاجة لدعم نفسي، لدعم بدنا، إحنا علاجنا صعب كثير. والله لو واحد فيكم بياخد جرعة كيماوي بيعرف شو إحنا قاعدين بنحكي. نعم. أول إشي أنا واحد من الناس اللي تعالجوا بمستشفيات الحكومية وكثير تعبت. مستشفى الزرقاء عملت عملية منظار المزع عندي الأمعاء والقولون. بعدها كم من سنة صارت عندي كتلة ثدي، اكتشفت الكتلة ورحت على المستشفى 6 شهور يا أخي، وأنا برايح جاي أراجع بالمستشفى وهم يحكوا لي يا عمي أنت بنت صغيرة وما بينعمل لك صورة ماموغرام لأنها ما بتطلع واضحة. كيف أنت بدك تحولني على مستشفى حكومي مجرد صورة مش مستوعب إنها بتتصوريها أنت بهذا العمر؟ احكي لي احكي لي. أنا لما صارت عندي الكتلة كان حجمها كثير صغير، يعني قبل 6 شهور من لست شهور صرت مرحلة ثالثة. يعني أنتوا بتجنوا علينا، حرام عليكم، لا في أطباء مختصين، لا في ممرضين مهيئين إنهم يتعاملوا مع نفسيتنا. أنا لما كنت بمستشفى الحسين لما كنت أخذ جرعة الكيماء وتكون بنتي مريضة أبكي ألاقي الممرضة قاعدة تبكي جنبي. أنا لما كنا نروح على مستشفى الحكومي الممرضة بتكون تصيح بوجهي، خافوا الله فينا يا جماعة. هبة احنا شو وين بتتعالجي الان؟ الان باللحظه هاي وين بتتعالجي؟ مركز الحسين للسرطان. ورافض رفض تام. انا احكوا لي ودوني على البشير على حمزه على المدينه الطبيه، مستحيل اروح. انا واحده من الناس عانيت بمستشفيات الحكومه المزع عند الامعاء والقولون، كتله الثدي لما اكتشفوها قعدت 6 شهور عبين ما اكتشفوا لي اياها للاسف الشديد، يعني لحد هون وبس. حرام عليكم، احنا يعني عباد الله، خافوا الله فينا. احنا لا احنا من جهه معينه ولا بنعرف اي حدا، رواتبنا عقدنا هي هالمكان المختص اللي شفنا فيه انه احنا قاعدين نتعالج صح. طيب يا هبه الله يكون معك والله يشافيك يا رب. شكرا لاتصالك. شكرا. اهلين.